السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يزن حاتم المغربي، أنا طالب في الصف الثاني الثانوي في مدرسة منارات العالمية بجدة. أنا ولدت في كندا وعشت هناك لخمس سنين، وبعدها انتقلت للسعودية. من بعدها بسنة أو سنتين انضميت إلى برامج موهبة، وأنا الآن في برنامج الأولمبياد في فريق الأحياء بالتحديد في ليفل 4. المنهج المدرسي مع أنه يوفر لك كثير من المعلومات المفيدة، لا يتيح نوع الفكر الذي تحتاجه للابتكار العظيم أو لأنك تسوي شيء يقدر يغير العالم. أما موهبة يدخلوك في عالم هذا الفكر، يعودوك على هذا الفكر، يعني من ناحية أنه يوروك التحدي ويحطوك وجه لوجه مع كل نوع تحدي يقدر يفيدك ويقدر يقويك من ناحية الشخصية ومن ناحية العلمية. حالياً إحنا في فريق الأحياء وفي ليفل 4، فليفل 4 اللي هو آخر ليفل اللي ما قبل الأولمبياد. فإحنا حالياً قاعدين نراجع الأجزاء من المنهج اللي إحنا شايفين أنه ضعيفين فيها وتحتاج مراجعة، وبعد ما نكمل ذيك الخطوات وبعد ما ناخذ تدريب عملي بإذن الله في أرمينيا في المستقبل، رح نقدر نشارك في الأولمبياد الكامل. رح يكون في أرمينيا في مايو 2021 بإذن الله. أنا أتمنى أني أسوي عمل خير يجد عبر السنين، أسوي شيء مو بس يغير العالم اليوم أو اليومين، بل أبغى أسوي شيء الناس رح يفتكرون لسنين قدام. هذا اللي أنا أتمنى. أنا أتمنى أنه ربما يكون في اكتشاف، أو ربما يكون في تغيير سيستم متواجد الآن من ناحية البحث ومن ناحية التقدم العلمي. أنا أشوف أنه إحنا الآن في المراحل البدائية، فمرحلة التهيئ ومرحلة التقوية النفسية عشان أقدر أدخل على منطقة البحث وإلى آخره. فأنا أشوف أنه البحث بذاته مو شيء سهل، يأخذ لازم يكون عندك قدرات تواصل، لازم يكون عندك قدرات علمية، ولازم يكون عندك فهم عميق، وكل هذه الأشياء تتوفر من موهبة. فلهذا السبب أنا أشوف أن هذا البرنامج بداية لشيء عظيم بإذن الله.